السلام عليكم. موقع ليلى لطيفة وقناة البرقي لطيفة ترحب بالجميع. اليوم إن شاء الله كيف تشوفوا بريوات رائعة بمذاق أروع بالبطاطا والطون. بونجور تو الموند، بيانفيني سور ما شين. جو فو سينيال كو لا فيديو اي سو تيتري. اكتيفي لو سو تيتراج بور بوفوار سويف لا روسيت دو سي سوبليم بريوات او طون اي à la pomme de terre. المقادير اللي بحاجتنا بهم بهذه الوصفه سيداتي، واحد الحك صغير تاع الطون، من الاحسن يكون من النوع الطبيعي اللي ما فيهش الزيت. هنا واحد جوج بروات اللي مشحرين مع معلقه تاع الزيت المائده، وشويه البزار، شويه سكينجبير، وشويه تاع الملحه. اللي ما بغاش البزار يدير سكينجبير، واللي ما بغاش سكينجبير يدير البزار، اللي بغى على حسب اللي تتبغيو. وهنا عندي واحد جوج تاع البطاطات اللي هما سلقاهم وطيبين عير في الماء. وهنا عندي واحد جوج معلقات تاع الفرماج الابيض اللي فيه الثومة والربيع من هذا النوع. انا خديت النوع اللي عندك يقضي حاجة. هنا عندي معلقة كبيرة تاع الزبدة. وهنا عندي واحد لاصوص تاع الحوت، اللي هي الحوت تاع المحار تاع لي زويتر، اللي هو هذا الشكل تتواتى مع هاد البريوات. وهنايا عندي الورقة تاع السمبوسة اللي درنا جميع، واللي غادي نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. واللي ما دايرهاش تستعمل غير الورقة تاع البسطيلة تاعنا العادية. هنا عندي واحد شوية تاع خليط الطحين والماء اللي غادي نلصق به هاد البريوات. غادي ندوز نخلط هاد العناصر كاملة مع بعضياتها، نمعس مزيان البطاطا ونخلطها مع هاد العناصر ونتلاقاو باش نشكلو هاد البريوات الساهلين. ضروري خصنا نخلطوه مزيان. خلطوا الخليط بلا ما تمعسو بزاف البطاطا، خليو الطريفات هكا باينين، من حيث اللي تياكل البريوات يبغي يعرف بعد ما يعضها اشنو كاين الداخل. فمن الاحسن يبان ليه البرو والبطاطا الطريفات والثوم. تنبداو نشكلو في البريوات تاعنا اللي اليوم غادي نعطيوها الشكل المستطيل باش نغيرو شويه من الشكل المثلث. تناخدو السمبوسه تاعتنا اللي حنا صوبنا مؤخرا، واللي خصنا دائما نخليوها مغطيه بمنديل. كيف تشوفوا معايا ها هي تتبقى طريه طريه، تتعبي فيها كيف ما بغيتي. هاد السمبوسه راني صوبتها معكم هذه اسبوع، وخليتها غير في الثلاجه عاديه، ولكن مدوره في البلاستيك تاعها، تتبقى طريه تتعبي فيها كيف ما بغيتي. العكس بالنسبه لورقه البسطيله تاعتنا، غير تديريها في الثلاجه باغي تصبح تتهرس لك. هاد ورق السمبوسه هو ورق تنعوض به ورقه البسطيله تاعتنا، بالنسبه للناس اللي ما تلقاوش ورقه البسطيله، وتتبقى معنا في الثلاجه كيف شفتوا، وتتبقى معنا في الكونجيلاتور لمده 6 شهور. جاوني تساؤلات في التعليقات تاع الاخوات، واش هاد الورقه يمكننا ندهنوها بالزيت؟ فعلا يمكننا ندهنوها بالزيت، يمكننا ندهنوها حتى بالزبده او خليط الزيت والزبده كيف شفتوا معايا. يمكننا ندهنوها، غادي تزيدها قرمشه حيت الزيت والزبده تزيد القرمشه، ولكن انا تنتفاداه حيت هي فقط باش نقصوا شويه تاع الدهنيات. اليوم احنا غنديروه باش نوري للاخوات انه يمكننا ندهنوهم بالزيت والزبده. تناخذوا الخليط تاعنا وتنحطوه هنايا في الحافه. كيف شفتوا معايا راني واخده اقل ما يمكن تاع الورق تاع السمبوسه او البسطيله، غير ربع تاع الدائره، باش اللي تياكل البريوه خصو ما ياكلش هاد العجين تاع الورقه، خاصو ياكل الحشوه، لان العجين تاع الورقه داغي باش نجمعو ماشي باش ناكلوه بزاف. دونك تيخصني يكون اقل ما يمكن بحال هكا، وتنجمعو غير بالمهل غير بشويه علينا، او تتعامل معاها ما تتقطعش. هانتوما تتشوفو اسبوع وما تقطعتش الورقه، تندوروها بحال هكدايا، وتنجيو نحطوها في واحد المقله اللي دايره فيها واحد 3 معلقات تاع الزيت. تندوروها كي بحال هكدا في هاد الزيت، وغادي ندخلها للفران تحمر من جهتين. طبيعة الحال غادي نقلبها من جهتين ونقبلوها حتى تحمر حسب الذوق. وصفة البريوات
بالبطاطا والطون تيجيو على هذا الشكل، رائعين في المنظر واروع في المذاق، مذاق تاعهم لا يقاوم، ساهلين بساط في متناول الجميع. تنقدموهم بواحد شويه تاع الصوص تاع الصوجة والصوص تاع المحار اللي بغى راه تي يدير فيه البريوة عادي ياكلها. تيجيو غزالين مقرمشين وناجحين 100%. غادي نقطع لك سيداتي تشوفي واحد الوحيدة كيف تشوفي معايا، تيجيو ناجحين. إلى عجبتك سيدتي الوصفة جربيها ذوقيها وردي عليا في التعليق تاعك. إذا كنتو أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، تابوناو باش توصلوا بالوصفات مجرد منزلها في القناة. بالصحة والراحة وإلى الملتقى في وصفات أخرى.